بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بكم في برنامج اليوم ضمن سياساتنا في الايزو 17025 البنود والمتطلبات الخاصة بالمواصفة. اليوم حنتناول مع بعض البند 5.9 Assuring the quality of the tests and calibration results، تأكيد جودة نتائج الاختبار والمعاينة. لابد من استخدام سياسات ومعايير تفي بمتطلبات الضبط للمواد والطرق المستخدمة. Use of the quality control procedure for the monitoring the validity of the test calibrations. المختبر يكون عنده إجراءات لضبط الجودة وبرنامج مراقبة الجودة لصحة المعايرات والاختبارات اللي نحن حنجريها في المعمل المعني. Monitoring may include but not limited to. المفترض تدون البيانات الناتجة عنها بطريقة يمكن بها معرفة اتجاه سير النتائج، وأن تطبق الأساليب الإحصائية لمراجعة النتائج متى ما كان ذلك عمليا، وأن تتم هذه المراقبة بتخطيط ومراجعة. ويمكن أن تتضمن هذه المراقبة ولا تقتصر على النقاط التالية: A. Use of the certified materials. الاستخدام المنتظم للمواد المرجعية والمجادة أو ضبط الجودة داخليا باستخدام مواد مرجعية ثانوية. كذلك participation in the inter-laboratory comparison proficiency testing. كذلك المشاركة في برامج المقارنات بين المختبرات أو اختبار المهارة، وهي يمكن في آلية لما يسمى بالbenchmarking أو المضاهاة أو المقارنة المرجعية. يعني نقارن معمل بمعمل مثلا من ناحية الأداء، من ناحية الأجهزة وهكذا، وبالتالي للنظر في التطورات والتحسينات مقابل هذه المقارنة. Replicate testing. لابد من كذلك اتجاه تكرار الاختبارات والمعايرات باستخدام نفس الطرائق أو طرائق أخرى مختلفة. كذلك Retesting and recalibration of the retained items. إعادة الاختبارات والمعايرات للعينات التي تم إجراءها واستبقاؤها. Correlation of the result of the different characteristics. الربط بين النتائج للخواص المختلفة للعينة ولمعرفة الاختلافات ولمعرفة سياسات أو خصائص هذه العينات. 15 reporting the result. General reporting the results clearly and objectively in the test calibration report form. يجب أن تدون نتائج كل اختبار أو معايرة أو سلسلة من الاختبارات أو المعايرات التي يجريها المختبر في تقرير بشكل دقيق وواضح لا لبس فيه وبشكل موضوعي، ويكون وفقا للإرشادات المحددة في طرق الاختبار والمعايرة. In case of the internal customer or the special agreement with the customer, the result may be reported in the simplified way. However, complete information listed in the 510.2 and 510.4 shall be maintained by the laboratories. كذلك في حالة إجراء الاختبارات والمعايرات لعملاء داخلين داخل المنشأة، وفي حالة وجود اتفاقية مكتوبة مع العميل، فهنا يجب كتابة النتائج بطريقة مبسطة، وأي معلومة وردت في البنود 15.4 و 15.2 هنا لم يتم إبلاغ العميل بها، فإنه يجب أن تكون متاحة بشكل ميسر في المختبر الذي قام بالاختبارات أو المعايرة. Test and Calibration Certification or Certificate 15.2 تقارير الاختبارات وشهادات المعايرة. Test Report Calibration Certificate shall contain. يجب أن يحتوي كل تقرير اختبار أو شهادة معايرة على المعلومات التالية على الأقل ما لم يكن لدى المختبر أسباب قانونية لعدم ذكر ذلك. وهذه المعلومات تكون حول مثلا العنوان A. Title the Report Calibration Certificate. العنوان مثل تقارير أو تقرير الاختبار أو شهادة معايرة. B. Name Address of the Laboratories. اسم وعنوان المختبر والموقع الذي يتم فيه إجراء المختبر الاختبارات والمعايرات إذا كان عنوان الموقع يختلف عن عنوان المختبر.
unique identification like serial numbers، كذلك تمييز خاص لتقرير اختبارات أو شهادات المعايرة كالرقم التسلسلي، وتمييز تلقين كل صفحة للتأكد من أنها جزء من تقرير الاختبار أو شهادة المعايرة، وتمييز واضح لنهاية تقرير الاختبار أو شهادة المعايرة. The name address of the customer، اسم وعنوان العميل. Identification of the test methods، E، ذكر الطريقة المستخدمة. And F، condition identification of the test calibration items، وصف للعينات المراد اختبارها أو معايرتها وحالتها مع تمييزها بشكل واضح لا لبس فيه. Date of the receipt and data of data test calibration، تاريخ استلام العينات المراد اختبارها أو معايرتها عندما يكون لذلك تأثير على صحة النتائج وبالتالي تطبيقها، وتاريخ إجراء الاختبارات أو المعايرات الأخرى. H، reference of the sampling plan، الإشارة لخطة أو خطة سحب العينات والإجراءات التي استخدمها المختبر أو أي جهات أخرى عندما يكون لذلك علاقة بصحة النتائج أو تطبيقها. Test calibration result، نتائج الاختبار أو المعايرة مع وحدات القياس متى ما كان ذلك مناسبا. و name designation of the persons authorizing report، كذلك اسم وظيفة وتوقيع الشخص أو الأشخاص الذين يصدرون تقرير الاختبار أو شهادة المعايرة أو أي تمييز مكافئ له. statement of the effect the result related all the items tested calibration، كذلك عبارة تشير إلى أن النتائج تخص العينة التي تم اختبارها أو معايرتها فقط إذا كان ذلك مناسبا. تيست ربط 10-5-10-3، تقارير الاختبار. In additional or addition to the above 5-10-2 test report shall contain، إضافة للمتطلبات الواردة في بند 5-10-2 فإن تقارير الاختبار تشتمل على ما يلي متى ما كان ذلك ضروريا لتفسير نتائج الاختبار. A، deviation from the test procedures and environmental conditions if the applicable، عدم التقيد بطريقة الاختبار، الحيود عنها والإضافات عليها والحذف منها وأي معلومات عن الظروف المحددة للاختبار مثل الظروف البيئية، أي ظروف بيئية ممكن تأثر، درجة حرارة عالية وكذلك وجود غازات، وجود تلوث وغيرها. B، statement of the compliance and non-compliance of the relevance، كذلك بيان بالمطابقة وعدم المطابقة مع المتطلبات أو المواصفات الفنية متى ما كان ذلك مناسبا. C، statement of the estimated uncertainty، كذلك بيان عن تقدير الارتياب في القياس. D، opinions interpretations if applicable، كذلك الآراء والتفسيرات متى ما كان ذلك ضروريا أو ملائما. Additional information required by the customer، أي معلومات إضافية يمكن أن تتطلبها الطرائق المحددة أو يتطلبها العميل أو مجموعة منهم، كذلك where the sampling applicable details of the date methods environmental condition and so shall be included، بالإضافة للمتطلبات الواردة في البند 15-2 و15-3-1 فإن تقارير الاختبار التي تحتوي على نتائج سحب العينات المفترض تشتمل على الآتي، إذا دعت الضرورة تشتمل على تاريخ سحب العينات، تمييز واضح للمادة أو المنتج المسحوب بما في ذلك اسم الصانع وطراز أو نوع العلامة المميزة والأرقام التسلسلية، وكذلك موقع سحب العينات بما في ذلك أي رسومات أو مخططات أو صور، وإشارة لخطة سحب العينات والإجراءات المتبعة، وكذلك تفاصيل عن الظروف البيئية أثناء سحب العينات التي قد تؤثر على تفسير نتائج الاختبار، وكذلك أي مواصفة فنية أخرى لطريقة سحب العينات أو إجراء المتبع أو الحيود عن المواصفة الفنية المعنية أو الإضافة عليها أو الحذف منها. Calibration Certificate 15-4 شهادة المعايرة. In additional or addition to the details given in 5-10-2 calibration certificate shall include، إضافة للمتطلبات الواردة في بند 10-5-2 أو 15
اثنين، المفترض فإن الشهادات المعارضة تشتمل على ما يلي متى ما كان ذلك ضروريا لتفسير النتائج. A environmental conditions if applicable، الظروف التي أجريت عندها المعارضة كالظروف البيئية، uncertainty of measurement، كذلك الارتياب في القياس أو ما يفيد بالمطابقة مع مواصفة مترولوجية محددة. Also evidence measurement feasibility، دليل مادي يثبت إسنادية القياس. كذلك statement of the complaints shall include which parameters of the specification are met not met. يتم ربط شهادة المعايرة بكميات ونتائج اختبارات الأداء فقط، وفي حالة وجود بيان يفيد بالمطابقة للمواصفة الفنية فإن هذا البيان يحدد البنود التي تم الوفاء بها وتلك التي لم يتم الوفاء بها. Any adjustments 15.4.3 any adjustment repairs carried out shall be reported. عندما يتم إصلاح أو ضبط أي جهاز فإنه يجب تدوين نتائج المعايرة إذا كان متاحة قبل وبعد الضبط أو الإصلاح. 15.4.4 no recommendation on the calibration interval. ينبغي ألا يحتوي شهادة المعايرة أو ملصق المعايرة أي توصية عن الفترة بين المعايرات إلا إذا تم الاتفاق مع العميل على ذلك، إلا أن الأنظمة القانونية قد تلقي هذا المتطلب، يعني وفق ما هو مطلوب في القوانين واللوائح والاشتراطات المطابقة للمعايير. الآراء والتفسيرات 15.5 Opinions and the Interpretation. الآراء والتفسيرات تدور حول توثيق والآراء والتفسيرات بشكل واضح عن التقارير والاختبارات. Documents the basis of the given opinions interpretation. عندما تتضمن التقارير آراء وتفسيرات فعلى المختبر أن يوثق الأساس الذي بنيت عليه هذه الآراء والتفسيرات، ويجب أن تبرد هذه الآراء والتفسيرات بشكل واضح في تقارير الاختبار. Clear marking of the same in the report، كذلك وضع علامات واضحة على نفس التقارير. كذلك testing and calibration result from the subcontractors، نتائج الاختبارات والمعايرات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعاقد من الباطن أو التعاقد من الباطن. And clear identification of the result from the subcontractors، كذلك تحديد واضح لنتائج المقاول من الباطن. Electronic transmission of the results، necessary control to the protect confidentially wire transmitting results by the electronic media like fax and telephone and so. النقل الإلكتروني بالنسبة للنتائج في حالة نقل نتائج الاختبار أو المعايرة عن طريق الهاتف أو التلكس أو الفاكس أو أي وسيلة إلكترونية أو إلكترومغناطيسية، فيجب الاستيفاد متطلبات هذه المواصفة. 15.8 format of the reports and certificates، الشكل العام للتقارير والشهادات. Suitable format for the test calibration report and certificate to avoid misunderstanding. بالنسبة لي أن يصمم أو بالنسبة لي هذه التقارير يجب أن يصمم الشكل العام بحيث يلائم جميع أنواع الاختبارات والمعايرات المجرى، وذلك لتقليل احتمالات حصول سوء فهم أو سوء استخدام لهذه الإجراءات. 15.9 amendments to the test reports and the calibration certificates، التعديل في تقارير الاختبار وشهادة المعايرة. Material amendments to the test calibration report through the further report giving and reference to the earlier report. يجب أن تتم التعديلات الأساسية في تقارير الاختبار أو شهادات المعايرة بعد إصدارها فقط على شكل وثيقة إضافية أو نقل البيانات على أن تتضمن يعني ملحقات أو تتضمن سياسات أو شهادات معايرة وهكذا. Amendments shall meet this international standard، كذلك تكون هنالك معايير مرجعية لهذه التعديلات والتقارير الخاصة بالاختبارات
وبالتالي إصدار تقرير اختبار وفق ما هو مطلوب في المواصفة. بهذا نكون قد ختمنا برنامجنا، وإن شاء الله نتمنى من خلاله أن الناس تكون استفادت، ونكون وصلنا المعلومة بشكل تفي برضو بمتطلباتكم وكذلك لإرضاعكم، ونتمنى لكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله من خلال القنوات المحددة سنوضح بعض التعديلات والبنود الجديدة اللي وردت في 2017 وفي الفيرشن 2017. وإن شاء الله إذا كان في أي سؤال الناس برضو تسأل من خلال القنوات المحددة، ونتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله.